نعمل أول وصفة من حلقات أذربيجان، وهي الجانجا بقلاوة. وجانجا دي بلد في أذربيجان مشهورة جدا بالبقلاوة بتاعتها، مش بيعملوها بالفيلو، بيعملوها بعجينة هنعملها مع بعض دلوقتي. ومقادير العجين هتكون 125 جرام زبدة، 2 بيض، 200 جرام كريمة، 500 جرام دقيق، 10 جرام خميرة، مية ورد، وعندنا زبدة مذابة للدهن. والحشو هيكون 500 جرام عين جمل مجروش، و400 جرام سكر، واحد معلقة كبيرة حبهان، ونص معلقة صغيرة قرنفل بودرة. والشربات هيكون 500 جرام سكر، 400 مليلتر مية، 50 جرام عسل، ومية ورد. نحط الشربات على النار عشان يبقى جاهز، كل المقادير مع بعض لحد ما السكر يدوب، وهنسيبه يغلي حوالي 5 دقايق. ودلوقتي نبتدي نعمل العجين. هنحط الدقيق والخميرة والزبدة، وهنبتدي نضربهم مع بعض. لما يبقى الملمس بتاعهم ملمس رملي، هنحط الساور كريم أو الكريمة الحمضة والبيض. وفي نفس الوقت لحد ما تتضرب هنحط الجوز أو عين الجمل مجروش، الحبهان والقرنفل والسكر، ونخلطهم مع بعض. دلوقتي هنضيف البيض، الساور كريم، وعندنا شوية مية صغيرين كمان. أوكي، العجينة هتكون بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وهنسيبها ترتاح لمدة ساعة. هي مش هتنفش قوي، ولكن هتريح بحيث يبقى الفرد بتاعها أسهل. وده بيكون شكل العجين بعد ما بترتاح. هنرش دقيق، وهناخد قطعة علشان نفردها. بس قبل ما نبتدي نفرد هندهن الصينية بالزبدة. نجيب النشابة ونبتدي نفرد العجين. عايزين نعملها رفيعة، هنحطها في الصينية. وندهنها بالزبدة. ونكتر زبدة، ما نحطش شوية صغيرين، لأن احنا مش عايزين العجينة تلزق في بعضها، عايزينهم يفضلوا في بينهم وبين بعض طبقة
الزبدة مش هتخليهم يلزقوا في بعض. هنفرد واحدة تانية. هناخد الطبقة دي ونحطها فوق الأولانية ونرجع ندهنها بالزبدة. وبعد كده هنحط حشو الجوز، وهما بيحطوا جوز كتير بالشكل ده.